سلساو نيتو، خماسي دفاع سميث وزيميرا، لاعب زيمبابوي، ستة ميل فام الويلزي، رقم ثلاثة ستيفنز، وهدف أول لبورموث، مباغتة مباغتة، كرة فيها شمال، الكرة فيهاش تكهن، الكرة فيهاش ترتيب، هو يوم المباراة من أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الممتاز، سجل وسدد وهدف للتاريخ من بورموث في وقت المرور على التشكيل أيس بورموث. الضربة الأولى والصدمة الأولى لأرتيتا، أرتيتا قد يكون أرسنال.